أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان الذيد من إمارة الشارجة، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة يأس الفضائية وقناة دبي ريسنج وقناة الوسطى، الذين ينقلون هذا الركض وهذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. تابعت ويانا شوط الكاس، والكاس ذهب مع الأمار السعيد بن منانة الاجتبي. سلام يا بن منانة، سلام على انتزاع أمار كاس المهرجان. وهنا بندقية ورمز ثاني، بندقية الإذاعة الجعادين والمليون أيضا، وتسعيرة هجن الرياسة الثامنة مباشرة. نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم اللي على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. أرى اللي في المركز الأول، نشوف اللي على مقدمة هذا الشوط. ناخذ اللي على المركز الأول معزز لسعادة حميد بن سعيد النيادي على مقدمة هذا الشوط. ناخذ اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، معزز لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. وفي المركز الثالث شعار هجن مرغم هنا على المركز الثالث على ظهر سرحان الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز الرابع من الجانب الثاني، اللي على المركز الرابع الباز للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري. وفي المركز الخامس، اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات، كفو على المركز الخامس للسيد محمد بن خميس بن راشد الظاهري. هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل. شوط الرمز، شوط البندقية، والبندقية تنتظر أحد ملاك هذه الجهادين اللي على أرضية ميدان الذيد في إمارة الشارجة في هذا المهرجان، مهرجان بو خالد. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى معزز، معزز على مقدمة هذا الشوط لسعادة حميد بن سعيد النيادي. وفي المركز الثاني سرحان على المركز الثاني بشعار الواثق بشعار هجن مرغم حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث في هذه اللحظات معزز لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. وفي المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع من الجانب الثاني، اللي على المركز الرابع الباز للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس اللي على المركز الخامس عجيب للسيد سليم، للسيد سليم بن مسلم بن قنازل العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة والصراع منذ البداية على مقدمة هذا الشوط. معزز لازال مسيطر بشعار الاتحادي بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي مع معزز على مقدمة هذا الشوط. سرحان على المركز الثاني، سرحان حمد بن راشد بن غدير الاجتبي على المركز الثاني. يا سلام، يا سلام على هذا العرض المميز للإذاعة الجعادين في هذا المهرجان المميز في شوط الرمز، شوط البندقية، شوط المليون. ننتقل إلى المركز الثالث، براية قادم، براية قادم مع المهند العامر بن راشد براية المري على المركز الثالث، لكن ينخطف في هذه اللحظات المركز الثالث. العندليب قادم من ميدان الشحانية، الحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري ممثل أهالي معيذر متواجد مع العندليب على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الثاني، اللي على المركز الرابع نشوف اللي المركز الرابع في هذه اللحظات. هنا عجيب
طيب للسيد سليم بن مسلم بن قنازل العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس اللي على المركز الخامس هنا شاهين مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. هذه النتيجة، سرحان على المقدمة، سرحان على الفوز، سرحان على مقدمة هذا الشوط. هوجس ما حولي جماعة يا سرحان، بدأ ينفرد، بدأ يغرد خارج السرب على مقدمة هذا الشوط بشعار هجن مرغم. ها هو شعار الواثق على مقدمة هذا الشوط مع سرحان على المقدمة. المركز الثاني عجيب، عجيب على المركز الثاني، سليم بن مسلم بن قنزول العامري بن قنزول غادم، غادم مع عجيب. المركز الثالث، المركز الثالث غدوم العندليب الحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. المركز الرابع، المركز الرابع هنا بعزز لسعادة حميد بن سعيد النيادي. وفي المركز الخامس المهند العامر بن راشد بن راية المري. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا المنبر، على هذا المنبر الجميل بقيادة سرحان. سرحان لا زال سرحان على مقدمة هذا الشوط. الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي عجيب غادم بن خويتم غادم الهد ايضا هنا الهديفي غادم. المعركة طاحنة على المقدمة بدون اي اوامر، ركضت الغاي على مقدمة هذا الشوط. 1200 ما تبقى عن التتويج عن البندقية. يا سلام، كفو كفو يغير ينتقل الى المقدمة في هذه اللحظات. كفو للسيد حمد بن خويتم بن بخيت العامري راعي سودة مع كفو على مقدمة هذا الشوط. العندليب على المركز الثاني، الحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. هتاج غادم بقوة للسيد هادي بن حمد بن حفصان المنصوري. يا سلام يا بن حفصان مع هتاج، هتاج يصل ينتقل الى المقدمة. يبقى البندقية، يبقى الناموس. يا سلام، المعركة طاحنة، بدأت الآن الأمور تختلط بعضها ببعض. يا سلام، من الجانب الثاني، من الجانب الثاني أشوف اللي على المركز للسيد عاطف بن عطية القرشي. يا سلام، مبلش مبلش مع القرشي مع عاطف بن علي القرشي. مرسال على المركز الثاني للسيد حمد محمد بن سالم النعيمي. يا سلام، بخباط بن سهران خادم العلي بن راشد بن مسلم العمري مع مخباط. سلالة منور، سلالة منور. الرمز الثاني العام فيز جايزة زايد الكبرى ماخذ رمز، وهنا في مهرجان بو خالد يخطف الرمز. سلام يا هالبدية، سلام يا بن السهران، سهران وهو سهران حتى انتزع بندقية الإذاعة الجهادين. تهانينا من الأعماق لمالك مخباط على هذا الأداء المتميز، على هذا العرض المتميز. علي بن راشد بن مسلم العمري. وفي المركز الثاني اللي على المركز الثاني مرسال للسيد محمد بن سالم بن محمد النعيمي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث حبشان الحمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. وفي المركز الرابع الذي وصل في المركز الرابع مبلش للسيد عاطف بن عطية بن حسن الغرشي. وفي المركز الخامس هتاش للسيد هادب بن حمد بن عفصان المنصوري. ياهو شوط، شوط قوي، لكن هنا سلالة منور تنتزع الرمز، تنتزع البندقية مهديتنا يا ابناء سلطنة عمان، وخاصة هل وخاصة هالولاية بدية في زمن وغدرة. 9 دقائق 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية، نفس التوقيت، توقيت الكاس وتوقيت البندقية نفس التوقيت. تهانينا لمالك مخباط علي بن راشد بن مسلم العمري، وتهانينا لهالي بدية الذي وصل في المركز الثاني. أيضا ما قصر غدا
مرسال 9:08 من الثانية، تهانينا محمد بن سالم بن محمد النعيمي والذي وصل في المركز الثالث، الذي وصل على المركز الثالث ها هو عبشان 9:05 من الثانية، تهانينا للسيد حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي والذي وصل في المركز الرابع، مبلش على المركز الرابع 9:05 من الثانية، تهانينا العاطف العطية الغرشي والذي وصل في المركز الخامس، مبلش ولا حبشان هتاش وصل على المركز الخامس 9:11 جزئين من الثانية، تهانينا الهادف بن حمد بن عصان.